اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج صحتك مع مروان. النهارده معايا دكتور ظهير الكرامي استشاري امراض العظام والمفاصل، حاصل على دكتوراه في الروماتيزم من فرنسا، باحث في الهيئه العالميه في الاعجاز العلمي، مؤلف كتاب الاستشفاء بالصلاه، شارك في حوالي 20 مؤتمر عالمي بابحاثه الخاصه. اهلا يا دكتور. اهلا، نورتني. يا مرحبا استاذه مروان. كنت عايزه اكلم حضرتك عن الروماتيزم، ده طبعا كتير بيعانوا من الروماتيزم، عايزه اعرف اعراضه واسبابه. وأول شيء اعتبار ثاني سبب شكوى اللي تخلي الناس يراجعوا للمستشفيات والأطباء والعيادات بعد الصداع. ثاني شيء، لا يمكن الإنسان في حياته ما مرش يوم بوجع في الظهر أو في الركبة، يعني هذا شيء منتشر جدا، وتعريفه نوعا ما هو إصابة الجهاز الحركي اللي هو عضلات وعظام ومفاصل بقصور في الحركة، يعني تحديد في الحركة تكون غير كاملة، أو تغير في الشكل مثل التورمات والاحمرار او الالام التي تزعج في الحياه اليوميه، قد تكون الام ليليه معنى التهابيه، هذه امراض مزمنه عاده تكون حاده ولها مضاعفات، او امراض بعد المجهود والتعب وهي تسمى الامراض الميكانيكيه التي هي اقل خطوره من الامراض الليليه. فهذا الاطار العام، ويقسم الى امراض روماتيزم اطفال ما دون 16 سنه وامراض الكبار، يقسم الى امراض منتشره اكثر في النساء مثل الروماتويد اللي ياتي من الزعل والصدمات النفسيه وما بعد الولاده، وامراض الرجال اللي عاده هو تشمع الصلب وتيبس العمود الفقري، والانزلاق اللي هو متساوي بين النساء والرجال، انزلاق غضروفي في الظهر، هذا ايضا منتشر. هذه اغلب الاسباب التي تخلي الناس يراجعوا العيادات الروماتيزم. طيب بالنسبه للانزلاق الغضروفي، نعم، كان في حالات قدامي ان الرجل بتقف تماما لما يكون في انزلاق في الفقرات الاخيره في الظهر. ايه سبب الرجل، تاثير الرجل في الموضوع؟ هو صارت ابحاث من دي بالما في امريكا، وبينوا ان انحناء الفقرات الذي موجود اخر الظهر ما يسمى التقعر، يعني ثم زي حرف السي، ثم تقلب في الظهر الى حرف سي معكوسه، ثم في الرقبه الى حرف سي مقعره، فهذا زي السوسته بيخلي امتصاص للصدمات. فاذا كان صار في تصلب في العضلات بسبب انزلاق الفقره التي تكون مايله، لانه عشان تعمل انت التقعر لازم تكون مستويه، لكن اللي بعدها مايله واللي بعدها، فهذا الميلان يخلي الانزلاق سهل جدا انه يعني يتحول الغضروف من مكان ويضرب العصب. فإذا ضرب العصب بنسبة كبيرة جدا يصير فيه تنميل ووجع وتعصب وتصلب، إذا اشتد زيادة يولي ما عاد يحس الإنسان حتى الشبشب عليك ما في رجله ويخرج منه، أو يصير ما عاد يقدر يحركها تماما، فهذه قد تؤدي إلى جراحات. ففي عندنا ثلاثة حالات تسمى نحن الإضاءة الحمراء اللي هي خطيرة في حالات الانزلاق، إذا خرج الحذاء اللي كرمت من الرجل دون أن يشعر المريض، أو إذا يضرب بإبرة ما يشعر، هذا لازم جراحه ورفع الضغط على العصب ولا يتلف في العصب. اذا لا يتحكم الاكمك في التبول ويجي الحمام يسبق التبول قبل ما يوصل للحمام، عدم التحكم في الاخراج، هذا لازم جراحه على طول. او الام مده شهر ليل نهار، يصير الحياه عذاب، يعني كان هو في التعذيب اليومي ليل نهار، يصاب بالاكتئاب وضمور ومواد الكيميائيه في المخ تضطرب بسبب الالم، فالالم الشديد هذا يزعج فلا بد تتدخل وتنهيه. الحالة الرابعة هي آلام مزمنة ليست شديدة لدرجة تكون مؤذية يعني الليل نهار، لكن تستمر 6 شهور بدون علاج. هذه 4 حالات عادة تكون فيها الجراحة، 3 متأكدة اللي قلناها الأول، والرابعة نسبيا. تمام. في حضرتك مؤلف كتاب الاستشفاء بالصلاة. نعم نعم. انت عارف حضرتك تكلمنا عن ازاي الاستشفاء بالصلاة. والله هو تقريبا كل التوجيهات الشرعية ان كان صلاة ولا الصيام ولا الحج ولا كلها لها تأثير بدني. فالصلاة وجد مثلا أنه أبحاث أجرت في اسكندرية في جامعة اسكندرية بخصوص الدوالي، فالذين يؤدون الصلاة باستمرار وبانتظام يكون عندهم جدار الأوردة اللي ترجع الدم قوية جدا ومتينة، فلا تصاب الارتخاء والاتساع اللي يسميه الدوالي. اللي ما مواظبين على الصلاة ولا ما يصلوا عندهم كثير هذا المرض مقارنة مع اللي يصليوا اللي هم أقل، مثلا ممكن تلقى 30% من اللي يصليوا لكن تلقى 70% ما يصليوش مثلا، فسهولة الإصابة، لأنه إذا واحد جلس في التشهد الأخير ضغط على الفخذ على الساق عصر كل الدماغ فرجعت إلى أعلى، فإذا قام جاء دم جديد وجد المكان فاضي، الأوردة فاضية، فجاء دم مليان أكسجين وسكر ومغذيات،
فبالتالي ينفذ عبر المسام العروق المواد النافعة للجدار وللعضلات، فتكون يعني ذات نوعية كويسة. فإذا رجع وسجد ثانية رجع ثاني، كل المواد المستهلكة ترجع ويقع التنظيف. فأنت يوميا تنظف غرفة النوم أو ساحة البيت فلا يترسب أي تعفنات فيها. فلذلك وجدوا في اسكندرية أنه الجدار له متانة معينة من مكون كيميائي يخليه صلب، جدار قوي. لكن عدم وجود التجديد للدماغ بسبب وضعية السجود والقيام والقعود يكون ترسب المواد والفضلات المؤذية، فبالتالي يكون جدار رخو فتصير فيها الدوال ويصير فيها المشاكل. نفس الفكرة في الركبة، احنا عندنا مثلا الخشونة الركبة عندنا قليلا جدا اللي ما يصلوا الا على الكرسي بسبب الالام بتاع الخشونة بعد سنين طويلة، لكن نسبتهم اللي يصلوا على الكرسي اقل بكثير من نسبة اللي يصلوا اللي ما يقدروا على الجلوس في الارض في اماكن اخرى اللي ما لا يجد فيها الصلاة. لانه التجديد ايضا في التشهد نفس الفكرة، إذا جلس في التشهد عصر كل المياه والمواد المستهلكة من الغضروف اللي يغطي العظم، فيخرج على جانبين وتأخذ الدورة الدموية وتنظفه. إذا قام خف الضغط في الركبة صار شفط وصار سحب للمواد الجديدة، فجاء الأكسجين وجاء الكالسيوم وجاء الفيتامين وجاء كل شيء ليجدد. فعملية أنت تعصر عصر زي الملابس، تعصر مرة عصر تخرج كل الماء الفاسدة المتسخة، ثم تصب الماء مرة ثانية يصير ماء جديد، إذا عصرته كما خرج بقية الوسخ. فهذا تجديد للسوائل اللي في الركبة بالتالي تغذية وبناء أقوى. هذه ليش يعني إحنا الصلاة هي مفيدة لنا. العمود الفقري أيضا، إذا أنت وقفت فأنت عندك مثلا وزنك 70 كيلوغرام، فإذا ثنيت كسرت العمود تاع الضغط الوزن، فصار عندك نص الوزن غير متصل بالرجلين، فيخف الضغط على الجزء السفلي. لذلك يرتاحوا الناس اللي عندهم انزلاق غضروفي أو عندهم ألم الظهر، الركوع أحيانا يريحهم جدا. فإذا رجعت ثانية ضغطت مرة ثانية فخرجت المواد المستهلكة، فإذا سجدت نفس الثاني سحبت كل المواد الجديدة. هي نفس الفكرة، أنه تضغط بتخرج المواد المستهلكة، تنقص في الضغط فتسحب المواد الجديدة. سبحان الله. فلذلك ما عندنا نحن انحناء وعكاكيز، نادر جدا في البلاد العربية اللي فيها الصلاة. أيوة. تجد الناس مثلا بينما في الغرب كله تقريبا يعني منحني الظهر. أيوة. ففي فوائد كبيرة للصلاة. أيوة. كل الشرع خير إن شاء الله. إن شاء الله. طيب هنقف فاصل ونرجع لكم تاني، استنوا. رجعنا لكم تاني مع دكتور زهير الكرامي. اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا، يا مرحبا. امراض المفاصل. نعم. هل بتنصح باغذيه معينه لعلاج امراض المفاصل؟ اكيد اغلب ما ينصح به الاطباء هو استعمال سمك السالمون، لانه فيه مضادات اكسده وفيه الدهون غير مشبعه من نوع اوميجا 3، وهذا يساعد في الشفاء والوقايه من عده امراض المفاصل وغير المفاصل، بما في ذلك مرض المناعة مثل الروماتويد أو السرطان عافاك الله أو مرض القلب. هذا السالمون معروف جدا بأنه يعمل الحماية بمضادات الأكسدة التي يحتويها، ويفيد جدا في المفاصل، ألم الروماتويد وألم المفاصل المتعددة. ينصح أيضا بالتفاح لأنه يساعد على ليونة المفاصل، لأنه فيه مواد تساعد على تصنيع الكولاجين وبالتالي تحمل الأثقال في الركب وفي بقية المفاصل. أيضا ينصح بالزنجبيل لأنه مضاد للألم، في مضاد البروستاغلاندين. البروستاغلاندين 3 أنواع، عندنا بروستاغلاندين 2 وبروستاغلاندين 6 وبروستاغلاندين 3. فالبروستاغلاندين أنواع يؤلم وأنواع يعالج الألم بنفس الوقت، لذلك الإنسان يضرب يقع كدمة يتألم بعدين يروح الألم حتى بدون دواء، لأنه فيه أثناء الكدمة صنع بروستاغلاندينات الألم، وفي بعد ذلك تيجي بروستاغلاندينات عاكسة للأولى تخفف الألم مباشرة. فنحن الألم لا تستمر عندنا، تنتهي لحالة بعد الصبر 20 دقيقة تنتهي. لذلك في أطعمة تزيد من بروستاغلاندينات الألم مثل الكيك والمعجنات المخبوزة والمواد الحافظة، هذه كلها تزيد من ألام المفاصل الأغذية العصرية هذه. بينما أكل بأنواع زيت الزيتون أو أكل بعض الدهون مثل ما قلنا السالمون أو الدهون الغير مشبعة أوميغا 3، هذه تصنع أكثر بروستاغلاندين مضاد للألم. فهناك أكل يسبب ألم وأكل
اللي هو الطبيعي يضاد ويخفف من هذه الألم. فالإنسان يختار يعني يبغى يتألم يروح للدكتور يأخذ على الحلويات والكيك والحاجات الصناعية والمواد الحافظة، يريد أن يحافظ ولا يروح للطبيب معني لا يأكل الأشياء الطبيعية اللي فيها الأوميغا 3 واللي فيها المضادات البروستاغلاندين مثل الزنجبيل ومثل المواد الطبيعية الأخرى. أيضا عندنا الفاصوليا السوداء أيضا هي تعمل حماية لغضاريف المفاصل وتمنحها من التآكل. أيضا عندنا اللوز يساعد على تخفيف من ألام الروماتويد الذي يأتي من أكثر من الصدمات النفسية المخزنة. أغلب يعيشوا صدمات قوية في حياتهم، وفاة عزيز لا قدر الله، طلاق، خسارة مال، ابتعاد وانفصال الوالدين، هذا يخفض المناعة بسبب التوتر وبالتالي يهيئ إلى الروماتويد، فيبقى كل ما في مشكلة المفاصل تلتهب مع المشكلة. الناس تعرف الغضب والزعل يزيد الضغط، يصيب القلب، يصيب المعدة، لكن ما يعرف أنه يصيب المفاصل، يمكن تنتفخ المفاصل بغضب، بزعل، بخوف. العامل النفسي مهم جدا. مثلا في الروماتويد معروف أن الروماتويد ينشأ في صدمة نفسية ويبقى يتكرر مع الصدمات. فالعلاج النفسي والتهدئة النفس هذا مهم جدا في تخفيف من هجمات المفاصل ويصاب المرض. فلذلك اللوز أيضا يساعد كشيء مادي والراحة النفسية كشيء معنوي، يساعدان على مواجهة الروماتويد الذي يسبب عجاج المفاصل. أيضا الشاي الأخضر مضاد للأكسدة وهو مسكن للألم، يكون يعني من 3 إلى 6 دقائق في الماء الحار، لا يكون بارد ولا يكون يبقى في الماء الحار كثير، ينقع مثلا الكيس بين 3 إلى 6 دقائق في ماء حار لكي يطلق من ضمن المضادات الأكسدة الموجودة في الشاي. الشاي له عوامل حماية سرطان وعوامل تخسيس وتنحيف الجسم. الشاي الأخضر الموز أيضا له معنى دور في حماية المفاصل. أيضا عندنا البروكلي ممكن تختفي الألام بأكل البروكلي. البروكلي هذا ساحر، يعني هذا علاج سحري لكل الأمراض السرطان وللأمراض المناعية وللمفاصل إلى آخره، ويحتوي على الفيتامينات ويحتوي على الفولات. العدس أيضا فيه مكونات قوية من فيتامين بي 6، وفيه أيضا فولات. وأيضا عندنا الجبنة لما فيها من كالسيوم وبروتينات وفيتامين بي 6. البطاطا الحلوة أيضا تفيد المفاصل بالفولات وبي 6. والصويا، زيت الصويا أيضا ينفع، وزيت البذر الكتان أيضا ينفع، القرفة أيضا تنفع، الكركم الآن تباع حبوب في أمريكا وفي عدة بلدان في أوروبا من الكركم، حبوب كركم، مفيد جدا يعني، وهو بهارات يعني ليس فيه أي مضاعفات. ويوجد يعني هذا كله من الطبيعة. الناس عاشت 1000 سنين ما كان الطب متطور، وكانوا يعني يواجهون الأمراض بالمطبخ بالحقل بالمواد اللي عندهم الطبيعية. أكيد الأمراض كانت أقل من الآن. طيب بالنسبة لخشونة الركبة، نعم، كتير بيعانوا من خشونة الركبة، هل في علاج نهائي وجذري لخشونة الركبة؟ خشونة الركبة توجد منها 4 درجات. في الدرجة الأولى اللي عادة تكون تمس الصامولة اللي هي العظمة الصغيرة اللي في أمام الركبة، وتبدأ بالنزول في الدرجة، الألم أكثر في النزول، وبعد لبس كعب العالي. هاي مرحلة بدائية تبدأ بين الصامولة والعظمة اللي تحتها، هذه درجة أولى. درجة ثانية يبدأ يتآكل الغضروف ما بين عظمة الفخذ والساق، ويتدرج التآكل إلى يوصل إنه ما عاد في غضروف واحتكاك العظم النهائي. المرحلة الأخيرة تسأل عنها هذه، لا شك أن الجراحة هي من الحلول المفيدة. الجراحة بوضع قطعة معدنية أو بلاستيك أو أي مواد يعني صلبة تحمي الأعصاب مثل حشو الأسنان، يعني تحمي الأعصاب ما عاد في ألم، إذا عملت حشو أسنان ما عاد تماس بين العصب والبيئة الخارجية. فهذه القطعة التي يضعونها بعد ما يقصوا العظم يعني يصنفروه زي ما يقولوا، يحطوا هذه القطعة ما عاد في ألم مطلقا. لكن بعض الناس يخافون العملية، بعض الناس ما يتحملون التخدير بسبب أمراض قلب أو أمراض تنفس أو أي مرض، بعض الناس التكلفة عالية وليس لهم مثلا قدرة. يعني في مش كل الناس تقدر على هذا الحل، ولا هو حل جذري طيب. فرضا الإنسان ما يتحملش التخدير لمرض في القلب أو ما عنده فوبيا من التخدير، ممكن نعطيهم حلول بديلة اللي تتدرج من زيوت المفصل مثل الهيوميك أسيد بجرعات متفاوتة، ممكن بالبلازما اللي هي من دم المريض فيها الصفيحات وفيها مواد اللي تشجع الغضروف نفسه على النمو ثانية، ولكن بجلسات
لا يمكن واحدة جلسة إنسان يعني يجد حل لمرض لازمه 20 سنة. أيوة 20 سنة هو يعني تتآكل الغضاريف، تتآكل 20 سنة لكي يحطمها لا ترجع في يوم. فلا بد تكرار هذه الجلسات، هي آمنة لا يوجد فيها مضاعفات. الغضاريف بترجع ممكن ترجع الغضاريف نفسها؟ نعم ممكن ترجع الغضاريف بالبلازما. نعم و... لا بدون بلازما. أنا وعايز أسألك برضو على العظم، العظم لا لازم. هو البلازما لأن فيها مواد النمو growth factor فهي وفيها أيضا خلايا جذعية من دم الإنسان، يعني لابد من دخول البلازما عشان الغضروف يعيش. عشان يعني لأن البلازما تراها أنت إذا انجرح الإنسان تطلع مادة عسلية صفراء، هذه هي البلازما التي فيها مواد تصنع اللحم أو الجلد من جديد، تصنع المادة اللي فقدت أثناء الجرح. وكذلك أثناء تآكل الغضروف فقدت مادة معينة، فالجروث فاكتور بتاع البلازما تحث المنطقة على إنتاج نوع جديد وغضروف جديد. بالنسبة للعظم، هل في حالات الكسر أو الحوادث اللي بتحصل العظم بيعيد بناء نفسه تاني؟ نعم. بدون بلازما؟ نعم نعم بدون بلازما، في اتجاه يعني استعمال بلازما وفي اتجاهات أخرى بدون بلازما. هو العظم عنده طريقة تجديد دقيقة جدا، أنه في طول عمر الإنسان هنالك خلايا تكسر العظم الموجود ووراها خلايا تبني ما هدمته هذه الخلايا المكسرة. فهو دائما مع بعض، اللي يكسر وراها حد يبني، فإن كان اللي يكسر أسرع من اللي يبني فتصير هشاشة. إن كان في نفس السرعة يصير العظم ما هو العادي الطبيعي، وإن كان الذي يكسر العظم يعني في سرعة منخفضة والذي يبني أسرع فيكون بناء العظم. فهم الآن يعني هدفهم في مواجهة الهشاشة أن يقووا من الخلايا البناءة ويقللوا من نشاط الخلايا الهدامة حتى يكون المحصلة لصالح البناء وتقوية العظام حتى لا تحدث الكسور. بالنسبة للكسور في العظام، الآن في توجه بتعطي العظم هو يشتغل بطريقة معينة، أنه توجد خلايا تكسر العظم الموجود وخلايا وراءها التي تكسر اسمها أوستيوكلاست، وخلايا وراءها تبني اسمها أوستيوبلاست. فالأوستيوبلاست يبني، أوستيوكلاست يكسر أو كسر، أوستيوكلاست باب بناء، أوستيوبلاست عشان نحفظهم يعني. فاستعملوا أدوية توقف البناء التكسير، توقف الأوستيوكلاست لا تكسر شيء وتترك الأوستيوبلاست تبني، فالمحصلة أن تستفيد وتزيد من كمية العظم وتواجه الكسر بالتئام سريع أو تواجه هشاشة العظام بإصلاحها. لأنه يعني في طريقة في فرنسا كنا نستعملها أن نحن ننشط الخليتين مع بعض، نسرع في الأوستيوكلاست والأوستيوبلاست نخليهم يشتغلوا على هاي ريت، يعني بدل يعني يكسروا 1 سنتيمتر مكعب مثلا في اليوم يقولوا يبنوا يكسروا 10 سنتيمتر مكعب، صارت سرعة الجماعة كل شغالها هاي ليفل هاي سبيد. ثم نعطي دواء فجأة يوقف الخلايا التي تكسر العظام الأوستيوكلاست، الدواء الذي يوقف الأوستيوكلاست فجأة ليس له تأثير على الخلايا التي تبني التي عجلنا بسرعتها في البناء أثناء تعجيل المجموعتين الاثنين، نشطناهم الاثنين خليناهم يشتغلوا بسرعة عالية ثم أوقفنا الذي يهدم العظام وتركنا الذي يبني، لم نتدخل بشغله فبقي على السرعة اللي أعطيناها له فيبني يبني يبني، فبالتالي يتم الكسر حتى في 3-4 أيام. أسرع أسرع لأن أنت وقفت اللي يكسر وخليت اللي يبني. هذه معنى فكرة بيولوجية، يعني هذه ممكن كسور ترتاح في 3-4 أيام أو 5 أيام صحيح بدل شهرين أو أكثر، يعني خاصة الكسور التي لسه فيها تحريك لم تبتعد طرفي العظام ما زالوا متواصلين. مو زي متباعدين ما ينفع، لازم يكون بينهم تاتش عشان هو يبني الفراغ. أما لما يكون هو في واد والثاني في واد ما يقدر يعني يعمل أي التئام. أيضا يوجد الآن بالنسبة للنصائح التدخين بالنسبة لهشاشة العظام الذي تكون عرضة للكسور بسهولة، شرب الكحول هذا معروف يخف في كثافة العظام ويصيب الهشاشة، قلة الرياضة وقلة الحركة. إنسان ينام 24 ساعة على طول بعد 24 ساعة تبدأ الكالسيوم يهرب من العظام في البول، يعني يبدأ يدخل في الهشاشة خلال يوم واحد من إجازته.
يعني اول يوم ثاني يوم خلاص يبدا يدخل في الهشاشه السريعه. ايوه يعني حتى الناس اللي يكونوا مرضى في السرير فتره طويله يتعافوا يقوموا يمشوا في الخط الاول يكسروا لانه كانوا نايمين. فلا بد تقويه العظام مو فقط علاج سبب اللي خلاهم مقعدين شلل او جلطه. لازم ايضا تحريك العظام وتقويتها حتى تتحمل الوزن من جديد. اما واحد نايم شهرين وتقوم وانت ويمشي على طول اول خطوه يقع له كسر. أيوة. نعم لاني اصلا كنت في وحده ابحاث 234 في اليوم مع الاستاذ منير. يعني كانت حتى الادويه هو الذي يصرح بها ام لا. كان يعني استاذ في الأمراض العظام المستوى العام بروفيسور بيير ميني معروف جان بيير ميني. فيعني في الان تطورات كثيره في الكسور وفي الهشاشه وعلاج الهشاشه. ايوه انا عندي اسئله كتير قوي عايز اسالها لك بس الوقت مش سايفني. اكيد هقابلك تاني يا دكتور في حلقات كتير. نورتني دكتور زهير. اهلا بيك استاذ. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.